بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أصدقائي التاني إعدادي، أهلا بيكم. في الفيديو ده هقرأ كلمات Lesson 3، وهنشوف لو في تدريبات هحلها معاكم. نبدأ بسم الله. مطار Airport، Airport. حفل زفاف ودانج، ودانج. انا عايزاكم تفرقوا بين كلمة حفل زفاف اللي هي نطقها ودانج، وفي هنا كلمة اللي هي ازالة النباتات الصغيرة ويدنج، علشان في ناس بتنطق حفل زفاف ان هي ويدنج. لا، حفل زفاف ودانج، لكن ازالة النباتات هي اللي نطقها ويدنج. تمام؟ يبقى مطار Airport، Airport. حفل زفاف Wedding، Wedding. حقيبة صار Suitcase، Suitcase. ضيف Guest، Guest. مخطط Stripped، يعني لبس أو تيشيرت مخطط، مخطط بالطول أو بالعرض، بنقول عليه Stripped، Stripped. يخمن جس، جس. في المقدمة in the foreground، in the foreground. في الخلفية in the background، in the background. في وسط in the middle of، in the middle of. ناحية اليمين أو اليسار towards the right أو towards the left. على اليمين on the right، on the right. على اليسار on the left، on the left. بحرص carefully، carefully. بحماس excitedly، excitedly. بسعادة happily، happily. بشراهة hungry، hungry. بصوت عالي loudly، loudly. بهدوء quietly، quietly. بكسل lazily، lazily. بسرعة quickly، quickly. بسهولة easily، easily. ببطء slowly، slowly. بالرغم من ذلك so، هنا الجي والاتش ساينس. so الأكبر سنا eldest، eldest. وeldest بنقارن بين شيء، بين شخص ومجموعة. يبقى eldest لما أقول أحمد is the eldest، يعني معناها أحمد هو الكبير في المجموعة دي. تمام؟ ميناء port، port. الأخت الوسطى middle sister، middle sister. تل hill، hill. حشد من الناس أو زحمة crowd، crowd. صخور rocks، rocks. حقيبة تسوق shopping bag، shopping bag. hat sharp، sharp. زوج husband، husband. بدلة sweet، sweet. مغلق hanging، hanging. إزالة النباتات الضارة weeding، weeding. ملعب أو فناء playground، playground. جميل أو حلو sweet، sweet. جلد أو بشرة skin، skin. طبعا سكن الجلد اللي هو جلد البشر، لكن جلد الشنطة أو جلد أي حاجة تانية اسمه ليزر. يدعو invite، invite. يعامل treat، treat. ينتظر wait، wait. يخيط sew، sew. طيب دي كده كانت أهم الكلمات
نشوف بعد كده في ايه. في هنا تعبيرات، المفروض التعبيرات دي حضرتك بتحفظها كويس، يعني مثلا يلتقط صورة سيلفي تيك سيلفي، دي ممكن تجي لك في الاختيارات يقول لك نقط سيلفي ويجيب لك كذا اختيار، يبقى تيك سيلفي في المضارع او توك سيلفي التقط صورة. كالمعتاد as usual as usual، يستعد get married سوري يستعد get ready، يبقى ready بيجي معاها get، يتزوج get married get married، يلحق بطائرة catch a plane، مش معناها ان هو يمسك الطيارة لا، يعني يلحق ان هو يركبها في الميعاد catch a plane، يأخذ راحة have a rest have a rest، يبتسم تجاه الكاميرا smile at the camera smile at the camera، في نهاية at the end of at the end of، يجلس على صخور sit on rocks sit on rocks، يصعد إلى الطائرة get on a plane get on a plane، يجلس أسفل شجرة sit under a tree sit under a tree، لأول مرة for the first time for the first time، أسفل التل down a hill down a hill. بعد كده بتحفظ الكلمة عكسها words and opposite، sharp blunt fast slowly light dark carefully carelessly carelessly well badly well badly sadly happily. برضو في عندنا كلمات تبقى مختلفة في حروف معينة لازم تحفظها، skin قلت جلد الإنسان، وليزر أي نوع جلد تاني، جلد شنطة جلد مقلمة، ميدل يعني وسط، وميدل ميدالية. تمام، يبقى في كده كلمات بتبقى مختلفة في المعنى ومتشابهة قوي في الحروف، فانت بتخلي بالك منها. برضو زي كلمة wedding حفل زفاف، وweeding اللي هي بيزيل العشب من الأرض، دي برضو خلي بالك منها. بعد كده بتحفظ المضارع الماضي، هقرأهم برضو buy bought sell sold hang hung fall flow win won، اسمها won مش won، عشان في ناس بتقول لي اسمها won لا won. past participle bought sold hung flown won. تمام، فبتحفظ المضارع والماضي والتصريف التالت، ده هنستخدمه في أزمنة بعد كده. طبعا أنا بحاول ألم لكم إيه اللي موجود في الدرس التالت، يعني إحنا دلوقتي أنا قرأت الكلمات والكلمة وعكسها والتصريفات الأفعال، كل ده بتحفظه وبتحفظ حروف الجر. برضو بتعرف الفرق بين الكلمات، يعني الفرق بين elder و eldest. elder لما أقول أخويا الأكبر مني، تمام، لكن eldest زي ما قلت لكم الكبير في المجموعة، eldest لازم بتقارن واحد بمجموعة. طيب في تدريب هنا صغير على الكلام دوت، برضو في هنا ملحوظة بيقول لك مثلا to drive to، لما to لازم يجي وراها الفعل في المصدر بمعنى أن، يبقى to لازم يجي معاها الفعل بدون أي إضافات. ناخد مثال It's important to drive carefully. It's important to drive carefully. إنه من المهم أن تقود بحرص. يبقى to بمعنى أن وبيجي وراها الفعل في المصدر. لو لسه مش عارفين يعني إيه فعل في المصدر، هقول لك أنت شايف الجدول بتاع المضارع والماضي وتصريف الأفعال. أول جدول دوت اللي هو المضارع دوت اسمه الفعل في المصدر. طيب في تدريب صغير هنا نمبر 1، طبعا انتوا حلوه الاول وبعدين شوفوا الاجابه. I have two brothers، انا عندي اخين. My not brother is computer engineer، عايز اقول اخويا الاكبر، يبقى my elder brother is a computer engineer، اخويا الكبير او الاكبر مني
مهندس كمبيوتر. تمام. نمبر 2 it's necessary انه من الجيد نقط a jacket when it's very cold. طبعا انه من الجيد ايه ان ترتدي to wear لان الدنيا برد. ان ترتدي جاكيت لان الدنيا برد. طبعا ما ينفعش اقول تو وراه الفعل عليه اي ان جي، لسه قايلين ان تو يجي وراه الفعل في الماضي. نمبر 3 ذا وومن السيده نقط ذا جرين دريس الفستان الاخضر از ماي اونت. هو عايز يقول السيده اللي في الفستان او اللي لابسه الفستان الاخضر دي خالتي. لما تحب تقول على اي واحد الشخص اللي لابس جاكيت اخضر او السيده اللي لابسه فستان احمر نقول ايه؟ نقول ايه يا جماعه؟ ان. تمام. يبقى ان هنا معناها اللي لابس، يعني ان ذا جرين دريس مش معناها اللي في الفستان الاخضر، لا معناها اللي لابسه الفستان الاخضر. تمام. طيب اخر حاجه هقراها معاكم دلوقتي اللي هي نص الاستماع. زمان ما كناش يعني بنهتم بيه قوي، لكن دلوقتي هو مهم جدا. نص الاستماع مهم قوي لكذا سبب. اول سبب، لما بتسمع القرايه ده بيخلي النطق عندك يتحسن. وتاني سبب ان بيجي منه في الاسئله، فانت المفروض زي ما بتقرا كده دروس العربي كويس اعتبر نص الاستماع ده كانه درس بالعربي. طيب انا هقراه بدون ترجمه علشان تسمعوه كويس وتستوعبوه، وطبعا الترجمه لما انت حفظت الكلمات هتقدر تترجمه بالعربي لوحدك. اهم حاجه دلوقتي ان انت تسمع كويس، وبعد ما تسمعني وتقفل الفيديو اقرا الدرس او اقرا نص الاستماع كذا مره. ده هيفيدك كتير قوي، مش بس في الامتحانات، في حياتك العمليه ان شاء الله في المستقبل. This is a photo of my sister's wedding. It's at the end of the day and the guests are slowly leaving. Most of the family are still there, so and still enjoying the party. That's my sister smiling happily at the camera. And the man next to her is Yusuf, her husband. That's my class. طبعا دي الجزء الاول، خلاص دي صورة كده هيبدأ يتكلم عن صورة تانية. That's my class on our school trip to the mountains. We are sitting carefully on the rocks because they are very sharp. We got up at 5 o'clock in the morning and walked for hours and hours. You can't see me in this picture. I am sitting under a tree and hungry eating my lunch. برضو الصورة دي خلصت. هيتكلم على صورة تالتة. This is me at the airport. I am waiting excitedly to get on a plane for the first time. My family were with me, but you can't see them because my sister is taking the photo while my parents are quickly buying some sandwiches for us to eat on the plane. آخر صورة. This is my auntie's new baby. Isn't she sweet? أنا هترجم الكلمة دي لأنها ممكن تكون جديدة عليكم. Isn't she sweet? أليست جميلة؟ يعني أليست حلوة؟ She is laughing loudly in this picture because she can't see my auntie's cat. She always laughs when she sees this cat. She thinks it's very funny. القطعة دي ممكن تكون صعبة شوية، فهو بيقول دي صورة البيبي الجديدة بتاعة بنت خالتي، بتاعة خالتي. البيبي دي بنت خالته. تمام. She is laughing loudly، بتضحك بصوت عالي لما بتشوف قطة خالتها، لأن هي دايما بتضحك لما بتشوف القطة دي، لأن هي بتعتبر إن القطة دي فاني مرحة. طيب دي كانت كده التدريبات بتاعتنا
والقراءات، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا. بس أهم حاجة تذاكر سلولي ببطء وتفهم اللي أنت بتذاكره. أتمنى لك يا رب حظ موفق وجود باي. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك معايا في القناة. جود باي.